حديث تنكح المرأة، السؤال الثاني، تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين. الظفر هو الانتصار والوصول إلى أغلى الشيء الأشياء، يعني كما يقال إنه ظفر في المعركة وانتصر، فكأن هذه مرحلة الزواج مرحلة مهمة جدا في حياة الإنسان، لأنه بيتجه من خلالها إلى إما إلى حياة سعيدة وإما إلى عكس ذلك. ولذلك هذه الوقفة، وقفة الزواج، لابد الإنسان أن يعني يتريث فيها ويتمهل ويحسن الاختيار جيدا ويستفيد بالنصائح الشرعية، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الظفر بذات الدين، يعني يختار المرأة المسلمة صاحبة الدين التي تتقي الله عز وجل في زوجها وفي دينها وفي زوجها وفي أولادها، ولا يغتر بالجمال والمال والحسب دون أن ينظر إلى الدين. وهذا للأسف الشديد يعني يقع فيه كثير من الناس، إن هم يعني يهتمون بهذه الأمور ويتجاهلون أمر الدين، فيكون يعني وراء ذلك من الوبال والشتات وضياع الأولاد وتفرق الأسرة ونحو ذلك. فيعني فاظفر بذات الدين، أي إذا كان هؤلاء يتزاحمن صاحبة مال وصاحبة خلق وصاحبة جمال وصاحبة حسب وصاحبة دين، يبقى الظفر هنا الاختيار الناجح أن تختار صاحبة الدين، ولا مانع أن تكون صاحبة الدين ولها مال وأن تكون صاحبة دين. يعني الأصل في الاختيار أن يكون الدين، وليس تكون الأمور الأخرى هي الأصل في الاختيار.